D1FM 91.2. فكرة هابم في التاكسيات في الديار توا مش نعملوا حاجة سبيسيال مساج مش نعديوا الإرهابيين إرهابيين الظلام اللي يحبوا يفزونا بلادنا بلادنا أقوى منكم. تحية للناس كل ماذا بيا ناس كل زيد الفوليوم اللي في الكهرباء جاري على اليمين النشيد الوطني ناس كل تجبد تليفوناتها لسمارت فون باش نصوروا رواحنا بالنشيد الوطني مع بعضنا ناس كل تهبطوا من كرهبكم الناس كل زاد الناس كل اللي في التاكسي في التاكسي بالبلاصة اللي في كرهبتوا رانا باش نعديوا توا مساج للجرذان جرذان الظلام كما يقولوا هنادي باش نقولوا لهم رانا احنا واقفين احنا رجال تونس وبنات تونس رانا كلنا ضد الارهاب باش نغنيو مع بعضنا النشيد الوطني الناس كل امان معناتها بالقليب والجرينتا الناس كل ونصوروا بالحس يا جماعه بيان سور قويوا في الفوليوم الماكسيموم ونوصلوا صوتنا لبعيد الناس كل تصور رواحها تويكا تحضر تليفوناتها باش نغنيو النشيد الوطني مع بعضنا الناس كل تصوروا رواحكم وتهبطوا على 3w.diwanfm كيفاش باج.net والا على الباج اوفيسيال ديوان اف ام وتسجموا زياده تبارتاجيوها على الايميل نتاعكم معناتها الناس كل تحضروا رواحكم باش نغنيوا مع بعضنا تحيه لشهداء الوطن تحيه للامنيين تحيه للجيش تحيه للحرس تحيه لاي شخص تونسي اصيل قدم نقطه عرق ولا قطره دم في سبيل الوطن الناس كل النشيد الوطني التونسي. عاشت تونس عاشت تونس عاش الشهداء الحرية للشهداء المجد للشهداء المجد لكل تونسي أصيل يحب البلاد هذه هنادي ياك ولا أي ناسي من حب نقول لربي يرحمهم يقبلهم إن شاء الله يربي برحمته وشفاعته شهيدة الوطن عظيمة وخينة الوطن ذميمة الخائن في الدنيا مغرور وفي الآخرة في جهنم مذموم سمحوني العزة لينا مش ليهم تونس أرضنا وما هيش أرضهم